عائلة بتغذية الصغار بلب الحشرات بعد أن تمضي. طلع معك شيء؟ لسه. وأنت طلع معك شيء؟ لسه. وأرجحت أجسامها داخل قرص العسل. ماما هل عن جد زعلانة أنت؟ مو قصة أني زعلانة، قصة أني متفاجأة، متفاجأة كتير، ما لي قدران يصدق. طيب وإذا تجوز شو فيها؟ عيب ولا حرام؟ طيب ليش خبى؟ كيف ما مندرى؟ معقولة يتجوز وما قدرى؟ معلش سوسوم، عفينا من آرائك الفزة. أنا حكيتك شي؟ ما حكيتيني إلي، بس عم تحاكي الماما، لذلك انتقي ألفاظك وعرفي شو عم تحكي. رامي أنت شو دخلك؟ دخلني النص. خلصنا بقى أنت وياها، مو ناقصني حدا يزيد على قلبي. سوسو ما غلطت، أنت اللي بلشت. أنا؟ هل أنا الغلطان؟ ماما أنا زعلان على زعلك. ما ومن أنت كنت رومانسي كل هالقد؟ رومانسي؟ ليش حضرتك مانك زعلانة؟ لا لا؟ أنت أكيد صاير لعقلك شي. لا مدري مين فينا اللي صاير لعقله شي. أحسن شي روح تفاهم مع شي حدا، خرج الواحد يتفاهم معه. شبه؟ ما بعرف والله يا ماما، شايفت لك يا زعلان على جوازة عبد الحليم أكتر منك من تيتي نبيلة. بعد قليل أعزائي المشاهدين سنلتقي ومن خلال برنامج العندليب في ذكراه 22 بعدد من أصدقائه وزملائه والمقربين إليه للتعرف على عبد الحليم حافظ الإنسان والفنان، وللوقوف عند أهم إبداعاته الغنائية والتي أثرت في الحياة الفنية في مصر والعالم العربي بأرق الألحان وأعزب النغمات. فتحية إلى العندليب في ذكراه 22. أكمر مش عايز أطير.